أهلا بكم. 300 عام من التاريخ والثقافة تسيدت فيه الدرعية التاريخية موقعاً هاماً بين مدن المملكة، لتعزز بوابة الدرعية موقعها وتأثيرها الثقافي والاجتماعي في المملكة، ولتسهم البوابة باستقطاب 27 مليون زائر من جميع أنحاء العالم وبحلول 2030، ليصبح مشروع البوابة أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في تحقيق رؤية المملكة، حيث يعمل المشروع على توفير أكثر من 19 فندق منتجع وما يزيد عن 3000 غرفة فندقية وأكثر من 5 متاحف، علاوة على أكثر من 5 أكاديميات ثقافية، بالإضافة إلى 2500 ألف متر مربع سيتم تأهيلها في وادي حنيفة، 55 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة. ويستهدف المشروع تحقيق 27 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. لبوابة الدرعية دور هام وبارز في تعزيز الوعي في المملكة كأحد وجهاتها الثقافية والسياحية من خلال متانة أصولها التراثية والثقافية، واستضافتها للفعاليات العالمية المختلفة لتكون وجهة رئيسية لمحبي المواقع التاريخية والأثرية. ستكون الدرعية موقعاً يثري تجربة زائري، حيث يحتفي بالتراث الغني للمملكة، جامعاً بين النمطي المعماري والنجدي التقليدي وفنون العمارة المعاصرة، معرفاً عن أصول المملكة وقيمها المتجذرة بها.